لا أظن أن في أرض المغرب ما يضاهي جبال حوز تطوان جمالا. تلال خضراء، ووديان زرقاء، وجبال يظل المسافر بين فجاجها مشدوها أمام هذا الجمال. لن أكثر الحديث في هذه الحلقة، بل سأترككم تستمتعون بهدوء وجمال الطبيعة في هذا المكان. ستكونون اليوم في ضيافة قرية من قرى مجسكة القديمة وحوز تطوان الحديثة إنها وادي الليل القرية التي تروي حكاية موريسكية بأياد مغربية وادي الليل أو كما وردت عند البكري في القرن الخامس الهجري وادي أليلة وأليلة هو نبات الدفلة وقد يظن البعض ان هذه القريه سميت نسبه الى واد يخترقها يطلق عليه اسم وادي اليلا الا ان هذه الروايه غير صحيحه اذ ان وادي اليلا الذي ذكره البكري هو واد اخر يمر بعيدا عن القريه وينبع من مرتفعه متجر السرور ليجري عبر تلال الملليين حتى يحمل اسم وادي الملح قرب بلدة مارتين. أما وادي الليل، فهو الوادي الذي ينبع من الجبال الكلسية العليا للحوز، تحت اسم خندق العين الحمراء، قبل أن يمر بقرية وادي الليل، ثم يصب بسد آسمير. والاسم حسب الرواية الشفهية المحلية، وحسب ما عيناه بأنفسنا. راجع للظل الذي يشكله الغطاء الغابوي الكثيف على مجرى الواد، حيث يحجب أشعة الشمس من الوصول إليه، مما يجعل نهاره ليلا. وادي الليل من القرى الشهيرة بجبال حوز تطوان. تنتمي للحوز البحري وتوجد عند ارتفاع 200 متر عن سطح البحر على طول مجرى الواد بين جبل كهف الضبع وقديه امراح وسط طبيعه جبليه غابويه وبساتين من الاشجار المثمره ينتمي هذا المتجر اداريا للجماعه الترابيه الملليين باقليم تطوان وتفصله عن مركز المدينة حوالي 10 كيلومترات، عبر طريق فرعي نصف معبد، يربطه أيضا بمركز الجماعة التي ينتمي إليها، وهو متجر ينقسم إلى جزئين، متجر وادي الفوقي، وهو الأقدم، ومتشر وادي الليل السفلي، حديث التعمير، بينهما مسجد الجزيرة، ومقبرة الدردابة، ومن العيون العديدة بالقرية، نجد عين شويليو وبر مفتوح وسبيل الحاجه اما معمار القريه فهو مميز ذو طابع جبلي اغلبه من طين وحجر له سقف هرمي من قصدير او قرميد خصوصا في الجزء القديم من المتجر جدران منازل زرقاء وبيضاء والبعض يضيف ألوان أخرى كالأحمر والوردي والبنفسجي وهي عادة نصادفها كثيرا في العديد من مداشر حوز تطوان وتاريخ هذا المتشر عريق فهو جزء من عشيرة بني سكين التي ذكرها البكري في كتابه المسالك والممالك خلال القرن الحادي عشر الميلادي وهي عشيرة توجد ضمن حدود قبيلة ميجسكا الكبرى في ذلك الوقت وبعد سقوط الأندلس، وبداية الهجرات المتعاقبة نحو المنطقة، خلال العصر الوسيط، تغيرت التركيبة البشرية تدريجياً بالقرية، واختفت عن الوجود قبيلة مجسكا، لتحل محلها قبيلة جديدة، متنوعة العناصر البشرية، مزيج من الموريسكيين الأندلسيين، والعشائر الأصلية القديمة، تحمل اسم قبيله حوز تطوان لن اطيل عليكم في هذا الموضوع فالحديث عن تاريخ المنطقه طويل ولهذا سنخصص لكم حلقه كامله حول تاريخ هذه القبيله وتحولها من ميجسكه الى حوز تطوان اما الان فساترككم تستمتعون بجمال الطبيعه بقريه وادي الليل بين بساتين الأشجار المثمرة والحقول الخضراء وخرير المياه التي تنساب بهدوء بين منازل القرية. لا تنسوا مشاركتنا بآرائكم وانطباعاتكم حول هذه القرية في التعليقات. وانتظرونا في حلقة جديدة لتتعرفوا معنا على جمال الطبيعة بقرى المملكة المغربية.